فيلمنا النهاردة بيبدأ ببنت غنية اسمها أنا بتروح لمجموعة من المشردين وبتعرض عليهم $1,000 ومقابل إن اللي هياخد الفلوس هيقضي معاها يوم كامل. فاتنين من المشردين بيتخانقوا مع بعض ويقولولها إنها تختار حد منهم. في الوقت ده بيكون في مشرد قاعد وشايف اللي بيحصل بس ما بيكونش مهتم باللي أنا بتعرضه عليهم، فبتسأله ليه ما عرضش عليها هو كمان إنه يجي زي باقي المشردين، وتسأله إذا كان عاوز $1,000 فيقولها إنه مش عاوزهم. فأنا تستغرب طبعا وتقول له مشرد مش محتاج فلوس، فهو يرد عليها ويقول لها انه مش بيحب يدخل في حوارات مع البنات المدللة. فتضحك أنا على اللي هو بيقوله، بتقول له انت شكلك محتاج فلوس اكتر، وتسأله هو عايز فلوس قد ايه، فهو يرد عليها ويقول لها طب ما تاخدي حد من اللي واقفين دول وتسيبيني انا في حالي. بس أنا بتعند وتقول له شوف انت عايز قد ايه فلوس وانت اللي تيجي معايا، فهو يرد عليها ويقول لها انه عايز $3,000. ففعلا انا اطلع الفلوس من المحفظة بتاعتها وتديها له. فالمشرد يقول لها انت بتتكلمي بجد؟ فانا بتقول له انت يهمك ايه، ادي الفلوس اهي شوف يلا لو هتيجي. فهو يبص لها ويقول لها ادي الفلوس لاصحابي وانا هاجي معاك ببلاش. فانا تستغرب جدا باللي طلبه منها المشرد وتقول له انه شكله مجنون، بس فعلا تعمل اللي طلبه منها وتدي الفلوس لاصحابه، وبعدها تطلب منه ان يجي معاها في العربية، وبعد كده تركبه العربية وتطلع بيها البيت وتقول للخدامة انها تاخده للحمام وتخليه يستحمى. فهو يبص لها ويقول لها اللي انت عايزاه يا فندم. فانا تبتسم وتقول له يلا بسرعة طيب علشان ما فيش وقت. وصاحبتها بعد كده بتجيلها وبتسألها مين ده، فانا بتقولها انها عايزة تدي درس لأهلها لانهم عايزين يجوزوها من شاب غني بس هي ما بتحبوش. فهي جابت المشرد ده عشان تروح بيه لأهلها وتقول لهم انها وقعت في حب مشرد. فصاحبتها تستغرب من الخطة اللي انا عاملاها وتسألها عن الشاب الغني اللي اهلها فرضينه عليها، فتقول لها انه اسمه كريستيان وهو عبارة عن شنطة فلوس، وتقول لها انه شخص رخم وساذج وما بيفهمهاش ولا حتى راضي يسيبها في حالها، وتقول لها كمان عشان خطتها تنجح لازم تحول الشخص المشرد ده لشخص وسيم. فصاحبتها بتبقى معجبة جدا بفكرة انا، بس في الوقت ده بيجي واحد اسمه جاري وده بيكون صاحب البيت اللي صاحبة انا قاعدة فيه، وبيقول لها انه هيرفع عليها الايجار الشهر ده. فصاحبة انا تقول له انها مش حمل زيادة في الايجار تاني، وتقول له ان دي تالت مرة في السنة ترفع عليا الايجار، بس هو يرد عليها ويقول لها انت لو مش حمل الايجار امشي من الشقة. في اللحظة دي المشرد بيدخل عليهم ويقول لجاري انت لسه بتصرف الفلوس بتاعتك على المزز؟ فجاري يبص وراه ويقول له نيكولاس انت بتعمل ايه هنا؟ فالمشرد يقول له احسن لك ما تضايقش البنت الغلبانة دي تاني بدل ما اقول لمراتك على كل المغامرات اللي عرفها عنك. فجاري يرد عليه ويقول له يا عم ده انا كنت بهزر معاها، هي صدقتني ولا ايه؟ ويقول لها ان الايجار هيفضل زي ما هو. فانا بتسأله انت عارفه ازاي؟ فيقول لها ان من حياته السابقة. وبعدها بتشكره صاحبة انا وتقوله انه انقذ حياتها. فيسألهم ويقول لهم طب ايه الخطوة الجاية في الخطة بتاعتنا؟ فتقوله صاحبة انا انهم هيغيروا له شكله بالكامل. وهو ماشي بقى انا بتفضل بصاله وبتبقى معجبة جدا بيه، وصاحبة انا بتبص لها وتقول لها ايه ده، هو في اعجاب ولا حاجة؟ فانا بتقول لها انت بتهزري، هعجب بمشرد؟ وبعدها انا بتكون بتتكلم في التليفون وبتبقى متضايقة جدا، وتكون بتكلم الغني اللي اهلها عايزين يجوزوا لها. فالمشرد يجي من وراها ويقول لها انت بتتكلمي مع مين؟ فهي تبص وراها بسرعة وتتصدم بالمشرد اللي بقى كأنه نجم افلام او موديل، وتسأله صاحبة انا اذا كانت شافته قبل كده، فهو يرد عليها ويقول لها اكيد مكان ما تحت الكوبري. وانا تضحك على اللي هو بيقوله وتديله بدلة علشان يلبسها، وهو بيلبس بقى بيسألها انت عايزاني في ايه؟ فهي تحكي له وتقول له ان اهلها عايزين يجوزوها من شخص غني وهي ما بتحبهوش، وتقول له ان هم مش مهتمين باللي هي عايزاه، اهم حاجة عندهم الفلوس. فهو يرد عليها ويقول لها ان اي بنت دلوقتي بتتمنى انها تتجوز شخص غني. فهي بتقول له انها مش عاوزة الفلوس، هي بتدور على الحب، وتسأله اذا كان فاهم اللي هي بتقصده ولا لا. فهو بيقول لها اكيد فاهمك، بتعرفه انها جايباه معاها علشان تعرف اهلها انها حبت شخص مشرد مش معاه فلوس خالص، وبتقول له انها مش حاسة انه شخص مشرد عادي، وبتسأله انت مخبي ايه بالظبط عني. اللحظة دي بيطلع من جوه ويقول لها ان مش لازم يحكي لها على الماضي بتاعه. فهي بتعجب جدا بشكله وهو لابس البدلة، ويروح المطعم اللي هيقابله فيه اهلها وبيخلعها الجاكيت اللي على الفستان وبيقول لها روحي زبقيني انتي عقبال ما انا اعلقه. وانا من نظراتها بتكون فعلا اعجبت بيه. بعدها بتدخل على اهلها وبتلاقي الشخص الغني اللي اهلها عايزين يجوزوا لها، وبتسألهم هو بيعمل ايه هنا. فالغني ده بيقول لها انه عايز يبدأ معاها صفحة جديدة. فانا بتقوله ان مفيش حاجة بينا اصلا وانها ما بتحبهوش وعمرها ما هتتجوزه ابدا.
هو بيتعصب جدا وبيقول لها ان انا مش الشخص اللي تكلميه بالطريقة دي، ويقول لها انه هيدي لها فرصة اخيرة انها توافق، لان لو ما وافقتش هيشتري الشركة بتاع ابوها وساعتها هترجع له تبوس ايديه عشان يطلب منها الجواز تاني. بس في اللحظة دي بيدخل المشرد ويقول له ان انت لازم تمشي حالا، ويقول له ان المكان ده مش مكانك. فالغني ده بيفضل يتلخبط في الكلام ويقول له مستر فليمن انت وان مرتبطين؟ ويقول لاهلها ان ليه ما حدش قال لي طيب، لانه لو عارف كان عمره ما هيفكر يرتبط بانا، ويتاسف لهم وبيمشي بسرعه. فانا بتستغرب جدا وتقول له انت فعلا مش مشرد عادي، وبعدها بتقول له هو انت نيكولاس فليمن؟ فابو انا يقول له لامها ان ده المليونير اللي اتبرع بكل فلوسه للمؤسسات الخيريه. فيرد عليهم المشرد اللي ما طلعش مشرد ويقول لهم ايوه انا فعلا عملت كده، وده بسبب ان كل اللي حواليا كانوا عايزين فلوسي. وبيقول لها ان انا فضلت ان انا اعيش مشرد احسن ما اكون مليونير والناس كلها بتحبني عشان الفلوس. بس النهاردة قابلت واحدة بتدور على الحب اكتر من الفلوس، وده انت يا انا. وبيطلب منها انه يبوسها، وفعلا بتبوسه، ودي بتبقى قصة حب انا والمشرد. عموما يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد، واشوفك في فيديوهات جاية. سلام.